السلام عليكم محبي قناة سبور فيديو، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إنجاز كبير للكرة المغربية بتأهل منتخب كرة القدم المغربي لكرة الصالات أو الفوتسال لربع نهائي كأس العالم المقام حاليا بليتوانيا بعد فوزه على فنزويلا ب3 أهداف لهدفين في مباراة ثمن النهائي. نبارك لجميع الجماهير المغربية في كل ربوع أنحاء العالم بهذا الإنجاز، لكن قبل الخوض في تفاصيل ما قام به وما أنجزه المنتخب المغربي، نستمع لقول ولتحليل هيثم فاروق محلل قنوات بي ان سبورتس وما قاله بشأن منتخب المغرب. يتقدم بهدف، اعتقد يونايتد بيلعب. هيثم، انت تحب كرة الصلاة؟ وانا اللي تحب نعطيه لك. طيب، اولا كرة الصلاة، ثانيا المغرب تأهلوا للدور ربع نهائي من كأس العالم، هنيئا لمنتخبنا العربي المغربي بهذا الانتصار وهذا التأهل. المنتخب المصري ايضا كان مشارك لكن خرج. المنتخب المغربي قوي جدا وهو بطل افريقيا، والحقيقة تابعتهم في اكثر مباراة ومميزين جدا، اتمنى لهم مزيد من التوفيق وان شاء الله يوصلوا لأدوار متقدمة، لأن هما كده وعايزة مجهود غير طبيعي. فأنا فخور بالإنجاز. شوف كرة قدم صلاة يحب يتكلم. شوف حركته. يحب يتكلم. تفضل رفيق. رفيق كويس في كرة الصلاة. خماسية رفيق ما شاء الله. لازم لها تكنيك، يعني عندها تكنيك خاص هذه الكرة. تقريبا كل لاعبين خاصة المغرب العربي عندهم المهارات الفنية والتكنيك، ولهذا نظن وجودهم في هذه المرحلة ونتمنى لهم يعني. ولازم كله يدافع وكله يهاجم. لازم كله يدافع وكله بدنيا تكون حاضر، فنيا تكتيكيا مجهود غير طبيعي، يعني غير ما الناس فاكرة انك تلعب على راحتك. حاسس بيكم حابين تلعبوا مباراة صلاة ان شاء الله. يلا بعد الاستوديو ننظم مباراة كده عن قريب. طيب بعد بالنسبة لي رياضات فكرية بلا ستيشن ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن وكما قال محللنا المميز هيثم فاروق، المنتخب المغربي منتخب قوي جدا ويحظى بالاحترام، هو بطل إفريقيا ويستحق المرور لأدوار متقدمة في كأس العالم. ما نريد أن نبينه لكم مشاهدينا الكرام، ما نريد أن نبينه لكم شخصيا، هو أن هذا المنتخب المغربي منتخب كرة الصالات أو الفوتسال أو منتخب كرة القدم داخل القاعة كما يحلو للبعض تسميته، هو منتخب يحظى باهتمام كبير ومتابعة مميزة في المغرب، لأن لاعبيه قدموا أداء مميزا طيلة السنوات الماضية، توجوا بلقبين لكأس إفريقيا وكأس العرب وحققوا نتائج جيدة لا على المستوى الدولي بمباريات دولية. الآن المنتخب المغربي في المركز 15 عالميا بعد التعادل أمام منتخب البرتغال في آخر مباراة عن الدوري الأول. المنتخب المغربي تطور كثيرا مقارنة مع الدورات السابقة في كأس العالم، كان يشارك من أجل المشاركة فقط وينهزم، لم يحقق حتى انتصارات، أول انتصار حققه في هذه الدورة. إذن المنتخب المغربي تطور بشكل كبير تحت قيادة المدرب القدير هشام الدكيك، يعني يقدم مستويات مميزة، تمكن من إيجاد توليفة مناسبة بين لاعبين ينشطون في دوريات أوروبية ولاعبين ينشطون في الدوري المغربي. النخبة المغربية قوية جدا على المستوى الأداء الجماعي ولديهم فرضيات مميزة جدا، نذكر على سبيل المثال مع الأسف أشرف سعود هو من أفضل اللاعبين لكنه أصيب في مباراة جوزيف سليمان وشارك اليوم لبضع دقائق ومن أبرز اللاعبين، كذلك سفيان المسلار، هناك بلال البقالي، أنس العيان، لاعبون كثر مميزون يجدون الحلول للمنتخب المغربي حينما تستعصي الأمور. على كل حال المنتخب المغربي نستعرض مسار مشاركته في هذه المنافسة وفي كأس العالم. ابتدأ بالفوز على جزر سليمان، منتخب جزر سليمان ليس بالمنتخب القوي لكنه دائم الحضور في كأس العالم ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، فاز عليه ب6 أهداف دون رد، ثم تعادل مع منتخب تايلاند، وتايلاند يعتبر منتخبة القوية في قارة آسيا، بهدف لمثله على الرغم من أفضلية مطلقة للمنتخب المغربي في تلك المباراة، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من 3 أهداف إن ركز لاعبوه ومهاجمو أمام المرمى، لكن للأسف تعادلوا في تلك المباراة. في المباراة الثالثة كان المنتخب المغربي قد ضمن التأهل كأفضل ثالث حتى لو انهزم أمام البرتغال، لكن العناصر المغربية قدمت أداء مميزا وتعادلوا أمام بطل أوروبا المنتخب البرتغالي ب3 أهداف لمثلها، وهو إنجاز كبير، يعني نتيجة مهمة مكنت المنتخب المغربي تأهل كثاني المجموعة الثالثة خلف المنتخب البرتغالي المتصدر. إذن المنتخب المغربي في الدور الأول فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي هزيمة قبل أن يلتقي اليوم بمنتخب فنزويلا وهو رابع أو خامس عفوا كوبا أمريكا، ومن المنتخبات التي ليست ضعيفة في أمريكا الجنوبية، وفاز عليه اليوم كما شاهد الجميع بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. المنتخب المغربي سيواجه أكيد خصما قويا الفائز بين البرازيل واليابان في مباراة ربع النهائي،
الحظوظ أكيد في حال مرور المنتخب البرازيلي أبرز مرشح لتتويج باللقب، الحظوظ لا يمكن القول أنها قوية أو كبيرة. على كل حال المنتخب المغربي يقدم أداء مميزا، لديه كما قلنا فردية رائعة، أداء جماعي وقتالي يستحق الإشادة والثناء والتقدير. كرة القدم سواء داخل القاع أو في الهواء الطلق أو هي لا تعترف بالمنطق، ربما المنتخب المغربي يحقق أو يخلق المفاجأة. هذا ما نتمناه من كل من صميم قلبنا إن شاء الله تعالى. نتمنى لهم حظا موفقا، حظا موفقا للأسود، أسود الأطلس، أسود القاعة، ونتمنى أن نراهم إن شاء الله في المربع الذهبي. وإن لم يتمكنوا من التأهل فقد حققوا إنجازا مميزا للكرة المغربية والعربية والإفريقية، ونتمنى مزيدا من التألق للكرة المغربية ولكل المنتخبات العربية إن شاء الله تعالى في جميع الرياضات. كان معكم أخوكم زكريا بن جلون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.